عادت أغلب العائلات التي لم تتضرر مساكنها بدواوير منطقة غورايا، عودة يرويها بعضهم بمرارة. الأشجار المثمرة كامل كلتها، ودوزيامون تريسيتي ما كاش لين برينسيبال كلتها، اون بليس دو سون عندنا الماء، راه الماء ما كاش. واش نزيد لك، وكاينين ديور كاينين متضررين، ديور لحقتهم من النيران. حنا نضرينا بزاف، كلات لنا الدجاج وكلات لنا الدجاج وكلات لنا المعيز وكلات لنا التبن وكلات لنا الموتورات وكلات لنا التيوات، بزاف صوالح ضرينا بزاف. وللاسراع في التكفل بانشغالات المواطنين تم تشكيل لجنه نزلت الى الميدان لتقصي الحقائق واحصاء الخسائر. بالاحصاء الاولي الذي اسفر على 500 هكتار يعني غابه، منها 400 قطار كلها غابة يعني طبعا لأملاك الدولة والأملاك الخواص، وفيه كذلك الأشجار المثمرة التي حصيناها حوالي تقدر ب 100 قطار. حاليا عندنا 130 سكان ديناهم لوبرج دو جون، على حسب لي بروميير استيماسيون عندنا 42 بيرسون سينيستري. التعجيل في إعادة ربط الساكنة بالتيار الكهربائي وبشبكة توزيع المياه سيسرع من استعادة العائلات لبعض ما فقدوه وإعادة خدمة الأرض التي أصبحت رمادا.